أهلا بكم من جديد. نذهب إلى فقرة زوم الثانية والتي نخصصها اليوم لموضوع مالية الأحزاب، ذلك في ظل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص. ويسعدنا أن نستضيف الدكتور حسن العرفي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وقاضي سابق بالمجلس الأعلى للحسابات. دكتور العرفي، مساء الخير، مرحبا بك معنا في مليان تي في. مساء النور سيدي. بداية نود منك تقييما لو أمكن لهذه التقارير الثلاثة التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية، وما هي أبرز النقاط التي أثرت اهتمامك؟ فيما يتعلق بالتقارير الذي صدر مؤخرا والذي جاء تبعا بعد تقريرين سابقين، يمكن أن أطلعكم على أهم النقاط والتي يمكن تلخيصها. فأنه حسب تقرير من أصل 34 حزب المرخص لها قانونا، أدلى 31 حزب بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف 3 أحزاب عن ذلك. كما أن هناك 5 أحزاب قدمت بياناتها خارج الأجال، هناك كذلك 4 ديال الأحزاب فقط لما لم تمسك حساباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية ومراعاة الملائمة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي. وهذا تقدم ملموس إذا ما قورنا بتقريرين السابقين، حيث في 2014 كان فقط 10 ديال الأحزاب، وفي 2013 كان تقريبا شيء أكثر من ذلك. هناك كذلك بعض الأحزاب اللي لم تطبق على أصولها الثابتة مخصصة الاستهلاك، كما لم تقم بتسجيل عملية بيع عقارات على مستوى جدول الأصول الثابتة. هذه من المعايير المحاسبية التي يجب أن تنضبط إليها هذه الأحزاب. كذلك من ضمن الملاحظات التي جاءت في هذا التقارير، وخصوصا التقرير الأخير حول موارد الأحزاب، حيث أسفار التقرير عن ملاحظات تتعلق أساسا بتضمن موارد بعض الأحزاب، عائدات لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 للقانون التنظيمي 29/11 بالبلاغ تقريبا سيوصل 722 و723 ألف درهم. وحول نفقات الأحزاب كشف التقرير أنها بلغت في سنة 2015 ما يناهز 372 مليون ديال الدرهم، أو 373 مليون درهم. وقد لوحظ أن النفقات، هناك نفقات إجمالية تقدر تقريبا 10 مليون ديال الدرهم، ما يعادل 15% من مجموع النفقات ديال التسيير. كانت موضوع ملاحظات مشجلة لطرف الأحزاب. على عموما كتقييم عام نقول بأن الأحزاب بدأت شيئا فشيئا تنخرط في معيارات الأنظمة المحاسبية المتعلقة بها. طيب، على صعيد آخر، كيف تنظرون سيد العرفي إلى تعامل الأحزاب مع قضية التمويل العمومي، خصوصا أن التقرير أشار إلى اختلالات عدة في هذا الإطار؟ ماذا يترتب عن عدم التزام هذه الأحزاب بالقواعد القانونية؟ طيب، كما تعلمون أن هذه المسألة ديال تمويل الأحزاب السياسية كانت أحد مطالب الأحزاب ديال الحركة الوطنية منذ سنة 1992، وكانت كتعتبرها كمدخل من مداخل الإصلاح السياسي ببلادنا. فإذا كنتم تتذكرون بعد حكومة التناوب التوافقي تم إقرار قانون الأحزاب السياسية، هو القانون 6304، واللي خصص باب كامل لتمويل الاحزاب السياسية، كيضم تقريبا 11 المادة، وهذا اعتبر تقدما ملموسا مقارنة مع ما كانت تتضمنه التشريعات منذ سنة 1952، اللي كان كيحدد شنو هي نوعية الموارد والدعم العمومي والنسبة ديالها والموانع التمويل الداخلي والخارجي وكيفية الصرف واوجه المسك الى اخره. واعمالا لهذه المقتضيات كانت من الاجراءات التنظيميه التي اقرها المرسوم 393 جوج متعلق بالاحزاب السياسيه، التي تلقت اللي كتلقى اعانات من الدوله ان تدلي باثباتات لاستخدامها لاعانه الدوله في الاغراض التي منحت من اجلها، يعني تقدم الفاتورات او الاتفاقيات او بيانات الاحزاب الى اخره. كذلك ان وفقا للدستور لا سيما الماده 147 اللي كتعطي للمجلس الاعلى للحساب اعتباريه انه الجهاز المكلف بمراقبة مالية الأحزاب الحق في فحص وافتحاص مالية هذا الأحزاب إعمالا للمادة 32 من قانون الأحزاب السياسية. ولهذه الغاية يعني توجه الأحزاب السياسية، تقوم الأحزاب السياسية بتقديم بياناتها للمجلس الأعلى للحسابات قبل 31 مارس من السنة على أبعاد تقدير. نعم.
بجرد مرفق بالمستندات اللي كتثبت النفقات المنجزه بالسنه الماليه، بالمستندات اثبات صرف النفقات ديال السنه المنصرمه، وبجعل جمع الوثائق المتعلقه بذلك. طيب، وهناك من ربما يخل بهذا الواجب نسبه على الاقل. فقط سي العرفي، احزاب عده عبرت فيما مر عن اعتراضها على الطريقه التي يتم بها توزيع مساهمه الدوله. هل يمكن ان ناخذ معكم فكره عن المعايير التي تعتمدها الدوله في توزيع هذا الدعم العمومي؟ طيب، كل اعتراض ربما قبل سنه، قبل خروج دخول القانون ديال 36/4، كان فعلا كانت الامورات هناك معايير متعدده وما غير معروفه كذلك، لان كانت كتستند فقط الى خطاب ملكي سابق. ولكن من بعد تم تنظيم هذه المساله. بغيت نذكركم بان يعني المرسوم اللي كيحدد طريقه صرف مساهمات الدوله في تمويل الحملات الانتخابيه واللي كيسال الاحكام الماده 36 من القانون التنظيمي للمجلس، انه يوزع مبلغ المساهمه على شطرين متساويين كيعادل كل واحد فيهم 50% من المبلغ الاجمالي. كيتم توزيع الشطر الاول على اساس عدد الاصوات اللي حصل عليها الحزب على الصعيد الوطني برسم كل دائره من الدوائر الانتخابيه المحليه او الدائره الانتخابيه الوطنيه. وكيتم صرف الشطر الثاني على اساس عدد المقاعد اللي حصل عليها كل حزب على صعيد نفسه. كيجيز النص كذلك صرف تسبيق ما كيفوتش 30% من مبلغ المساهمه لفائده الاحزاب السياسيه اللي قدمت طلب بذلك، مع واحد الخصم ديال مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من البلغ العائد له. واذا كان المبلغ العائد للحزب غير كافي لاسترجاع مبلغ التسبيق حسب بنود هذا المرسوم، كيتوجب على هذا الحزب المعني ارجاع المبالغ الغير المستحقه للخزينه. وهذا ربما معايره. في هذا السياق هذا فوزير الداخليه يوجه بيانا الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، يتضمن المفروض انه يتضمن المبالغ اللي تمنحات لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمه مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير مستحق بالنسبه للاحزاب. صحيح ما قلتم ان هذه المعايير ربما قد لا يتفق عليها جميع الاحزاب السياسيه. فعلا هناك ما يمكن انتقاده في هذه المعايير. اولا يمكن نقولوا انها معايير معتمده لتمويل الحملات الانتخابيه على معايير ظرفيه ترتكز على الكتله الصوتيه، وفي تقديري في هذا المعيار قد لا يستقيم مع تخليق الحق السياسي الذي نصبوا اليه كمواطنين، نظرا لان الدوله تسعى من وراء ذلك. صحيح انها تسعى الى تشجيع المشاركه السياسيه في الانتخابات، ولكن لا تعير الاهتمام الكافي من خلال هذا المعيار الى الاقصاء الذي ممكن ان يطالب بعض الاحزاب. ولكن الاهم هو تحديد آلية الدقيقة المراقبة. ثانيا يعني أكيد أن الاعتماد على نتائج الانتخابات هو معيار ربما كوني يعتمد مجموعة من الأنظمة في الدول ذات التقاليد الديمقراطية، لكن ربما نقدروا نعتمدوا واحد المعايير أخرى. نعطيك أنا غير مثال، مادام أن الأحزاب الدور ديالها الرئيسي هو التأطير ديال المواطنين والا ستنزل منزله الدكاكين الانتخابيه، لماذا لا يمكن اعتماد مثلا معيار الانتشار التنظيمي لهذ الاحزاب؟ نعم، مع ارغام هذا الاخير على تقديم ما يثبت ذلك. طيب، هذا معيار من المعايير حتى نعطي للاحزاب او نعيد للاحزاب الدور التقليدي الذي يجب ان تقوم به حتى لا تصبح الاحزاب لا تشتغل الا في مناسبات ديال الانتخابات. طيب دكتور العرفي، عن بشكل عام عن فكره التمويل العمومي للاحزاب السياسيه في حد ذاتها، هل مثلا هذه الفكره معمول بها الى درجه ما في دول اخرى؟ ايه، هذا الامر معمول به دوليا. انا نذكر غير بعض الانظمه وانه ماشي وليد اليوم. مثلا بعض الدول ذات التقاليد الديمقراطيه في اوروبا، نجد ان مثلا السويد اعتمدت هذا النظام ديال تمويل الاحزاب السياسيه في 1966، المانيا في 1968، بريطانيا في 1984، فرنسا في 1988، في اسبانيا في 1987. ولا بغيتي نعطيك غير مثال بسيط في هذا مثلا، اذا شفنا النموذج الاسباني كيعتمد ثلاثه الاوجه ديال تمويل النفقات الانتخابيه. الاولى هي الدعم المالي المقدم للاحزاب من اجل النشاطات العاديه للحزب والتي تخضع لرقابه رسميه. ثانيا الدعم المالي المقدم للاحزاب بشكل نسبي حسب عدد الاعضاء ديال مجلس النواب اللي حصل عليها الحزب والاصوات التي حصل عليها. وثالثا الدعم المالي الثابت للفروق البرلمانيه والتي تحدد
بحدين ادنى وعلى اساس عدد نور في كل فريق. طيب. هذا هو يعني عموما يعني هذا النظام معمول به دوليا. دكتور عرفي، في عجاله هذا الدعم الذي يقدم للاحزاب السياسيه هل يعتبر كافي في رايك لكي تقوم بادوارها المنوطه بها من تاطير وتمثيل؟ انا اعتقد يعني ان مساله التمويل العمومي لا يجب ان تنحصر في تقنين النصوص القانونيه، هي في اعتقادي اعمق بكثير من ذلك. نعم. في الحياة السياسية في الديمقراطية في الدول ذات التقاليد الديمقراطية راه ترسخت بواحد البروسيسوس بواحد المسار. نعم. ولم يعد النص هو الأساس، بل إن الديمقراطية واحترام الحرية العامة هي الأمور البديهية مع الممارسة، وكنبدو من هذه الممارسات اللي كنعيشوا رغم هذا التقنين. فالمواطنين يعلمون بأنه استعمال المال الحرام واستعمال آليات أخرى في مصادر تمويل الأحزاب هي متوفرة، لا نغطي الشمس بعين الغربال، وان تمويل الاحزاب السياسيه قضيه مرتبطه بشكل مباشر بالمسار الديمقراطي. لا شك في ذلك. فما خلت الانتخاب في دوله من العيوب، ومهما بلغت مجتمعات يعني من تقدم، مهما كانت الاحزاب تنافسيه او الصعوبات، فدور المال في السياسه يؤثر بشكل لا يمكن ان ينكره. الدكتور حسن العرفي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وقاضي سابق بالمجلس الأعلى للحسابات، على هذه المساهمة القيمة شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا. انتهت غرفة الأخبار، والأخبار متواصلة على ميديان تي في على رأس الساعة. أعود وألقاكم، إلى اللقاء.